هنعمل فتة الخطيرة دي بقى، خطة الزبادي، لأن بعشقها جدا جدا، خفيفة على فكرة. عندك العيش، عندك طريقتين اتنين له، إما تجيبي العيش العربي ده تقطعيه مكعبات وتحطيه في الفرن مع شوية زيت صغيرين، أو تقليه في زيت. الأطعم إن أنت تحطيه في زيت، طب الصحي أنت تحطيه في الفرن، تمام؟ بنقول كده أهو، بنقول كده. عندي حمص، كوبايتين اتنين من الحمص المسلوق. طيب الناس اللي ما بتعرفش تسلق الحمص أو عندها حمص مسلوق، حضرتك بتجيب الحمص بتنقعيه لمدة 4 ساعات أو 5 ساعات، تحطيه على النار مع شوية بيكربونات صغيرين لحد ما يبدأ اللي هو يستوي، وتبدأي تاخديه وتعملي منه الفتة. عندي زبادي، عصير ليمون، زيت زيتون، ثوم مفروم، كمون، كزبرة مفرومة أو بقدونس مفروم، معلقتين اتنين من الطحينة، وبعد كده شوية ملح وفلفل. أول حاجة بنقوم رايحين واخدين عندنا العيش الشامي اللي انا مقطعه عندي مكعبات، ونبدا اللي احنا نحطه عندنا فين؟ في الزيت السخن اللي موجود معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. لحد ما ياخد اللون الذهبي، تمام؟ ولما نحط العيش ما نقلبش فيه على طول، نستنى عليه شويه عشان ممكن اللي هو يتهري معايا. فيا دوبك بس ايه، احاول ان انا اسقط شويه دول تحت في الزيت ونسيبه لحد ما ياخد لون الذهبي. ام كريم الكبشه هنا صح؟ تحت الزيت. هنا صح؟ هنا؟ ام كريم بتلعبني بدون كلام. اهي خلاص اهي. يلا باشا. تسلم ايدك. تمام كده. طيب هنا بنقوم حاطين عندنا طاسه صغيره، وحاطين فيها شوية زيت زيتون صغيرين قدام حضرتك كده، ونقوم واخدين عندنا لوز بكون جايبه ومقشره، بيبقى عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، ونبدأ اللي احنا نحمص عندنا اللوز مع زيت الزيتون. حلو الكلام ده قوي. كل شوية كده نفضل نقلب فيه لحد ما تبدأ اللوزاية عندي تتحمص وتاخد اللون الجميل. نرجع هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، للعيش بتاعنا اللي انا بحمره، واسيبه يتحمر عندي كامل التحميره بتاعته. طيب هنا بقوم واخد عندي الحمص بتاعنا، ونبدا ان احنا ننزله عندنا في الكبه. اقوم واخد عندي علبتين اتنين من الزبادي حاطينهم عليها، مع معلقتين اتنين من الطحينه، عندنا حوالي 4 فصوص او 5 فصوص ثوم مفرومين، كفاية 3 يعني، حلوين جدا. عندي شوية كمون، بعد كده هو بقوم حاط عندي عصير ليمونة او الحامض، واقوم واخد عندي شوية من زيت الزيتون ضيفهم عليها. الله اكبر. نقوم واخدين عندنا شوية الملح حاطينهم عشان نظبط ايه عمليه التذوق تبقى مظبوطه، ونقوم ايه قافلين عليها ونشغل كله يا باشا مع بعضه. اطحنوا بص عليها اخبارها ايه، تفتح النفس اهي. بصي عايزه بس تضرب كمان شويه، عايزه تطحن اكتر من كده. الله، لا والله تتاكل كده لوحدها اصلا من غير اي حاجه، غيرك لسه بقى نحطها على العيش، وبعد العيش هنقوم حاطين عندها اللوز والايه المتحمص الجميل ده اهو، دخل عندنا في السوى النهائي بعد ما خد اللون الذهبي اهو. وهنا العيش خلاص اهوت برضه بدا يستوى معايا حبيبي، ويبدا ياخد عندنا اللون الذهبي الفاتح جميل اهو. شويه اكل النهارده حاجه من الاخر، والملفيه زي ما اتفقنا لسه في الفرن بيكمل التسويه بتاعته.
تمام اهي، هشيل عندي الكلام ده بقى خلاص. ده كده اعتقد كده الدنيا فل الفل قوي. هطفى عليه بقى النار. خلي بالك ابص عليه تاني عشان الزيت السخن، فلو انا سبته اكتر لازم انقله في حاجه تانيه، ما ينفعش ان انا اسيبه كده خالص. فممكن نجيب عندنا طاسه تانيه صغيره اهي، ايوه دي، عشان الطاسه اصلا ايه محمله، انا مش عايز بصراحه يتحمر اكتر من كده، انا شايف ده اللون بتاعه المناسب جدا. هنا يا باشا استاذ مصطفى هقوم واخد عندي العيش بعد ما استوى معايا، خد عندنا اللون الذهبي ده اهو، نقوم حاطينه عندنا على منشف مطبخ. تمام. بس هو عنده حق في بجد في دي، صحيح يعني. خد العيش اللون الذهبي المحترم، نقوم واخدينها كده اهوت، ونروح فين نركب عندنا الطبق الجامد ده. اقوم جايب عندي اول حاجه البوله ديت، حطينا عندنا العيش، يلا العيش اهو قدام حضراتكم بعد ما خد اللون الذهبي. نقوم واخدين عندنا الحمص بتاعتنا الجميل، لا لا الفته دي والله لو هتجربيها فعلا مش هتبطلي تعمليها، خلي بالك في ناس بتحمليها برز كمان، خلي بالك، بس انا اعمليها بالعيش افضل حاجه، وهي اللي ايه الستاندر بتاعها بالعيش. نربيها بس كده ايه في يوم كده، تمام جدا. قوم ايه واخدين عندنا اللوز بزيت الزيتون ده، حاطينه كده من فوق. قوم واخدين عندنا الحمص الحبوب ده وحاطينه عليه من فوق، شغل عالي. كده نقوم واخدين عندنا شوية بقدونس مفرومين، حاطينهم كده عليه من فوق، تمام. وبكده تكون الوصفة بتاعتنا النهاردة تكون خلصت معانا، اللي هي فتت الحمص بتاعتنا، اللي اتمنى ان شاء الله انتوا تجربوها وتعجبكم.